خالد وخالدياته. اليوم خالدياتي تقول تمام تمام يا فندم. سبحان الله مرت علي واحدة قبر ما أدري رجل ولا امرأة، تمام اسم رجل ولا امرأة؟ لا حتى المرأة زي رفعت، زي رفعت، وبعض الأسامي تجي كده كده. شنو يا شباب تمام يا عسكريين ولا مدنيين ولا كله؟ لا تمام عسكريين كما كنت، الكويتيين يقولون. فإن شاء الله حج سعيد اليوم خاطرتي تمام يا كفراوين يا شباب ساعدوني. تمام يا فندم، فالله خلق لنا الكون تمام مية مية، شمس والقمر وين اليوم مو مبين. اي والله خلق لنا كل شيء واعطانا صحه وعافيه وايدين ورجول ولسان وقلب وحواس وظاهر وباطن وما نعلم وما نرى وما لا نرى. انتم راضين؟ الحمد لله. منو فيكم مش راضي؟ كل راضي الحمد لله. من لم يرضى بقضائه. شنو معناه تمام يا فندم؟ كمال. الله، ليش الواحد لما يشوف مسؤوله يخاف يقول تمام يا فندم؟ ها؟ تمام يعني تم. ليش ما يقول له لا في حاجه ناقصه وكذا كذا؟ اي والله سبحان الله. الصوفيه شنو التمام عندها؟ الكمال، ذكر الله والصلاه على النبي. جماعه منو في ثلاثات؟ ها من يكمل؟ جوسنا سمعت الخبر قالت الجمع في البيادات، كان ذكر عندنا. اقول لكم الله بالقران ذكر كلمه تمام يا شباب. نعم. تمام ذكرت في القران الكريم. تمام الصحه يا خالد. نعم تمام الصحه وتم. ايوه توني بقول تمت كلمه ربك وعدلا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله انت مفتح استاذ لحية، ورسول صلى الله عليه وسلم شنو قال عن التمام؟ قال لما فتح مكة قال اليوم دينكم رضيت لكم الإسلام دينا. تمام يعني، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة للخاسرين. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني تم عم السيد خالد ليس لها وجود. الله، الحين الكويتيين يقولون تم يعني صار يلب معاملة وطلبتك ترجيتك يا ولد الديرة. قلت تم يعني خلاص. بسألكم انتوا اتميتوا الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. انتوا تميتوا فروضكم الخمسة يا شباب؟ الله، انتوا تعاهدوني على أن انتوا تسيروا مسيرة أبو يعقوب الرفاعي والزناب شيخ الطريقة رفع الصوفية؟ تم. مين اللي ما قالش تم يقول مقبل؟ انت كنت بالجيش الكويتي وبالابطال المقاومه الكويتيه، شنو يعني تم؟ تمام يا فندم. الله يا رب ان احنا نكون تمام ومية مية ولا فراخ الجمعيه. تمام يا ريس.